السلام عليكم. هذه هي الحلقة الأخيرة من فترة حكم عبد السلام محمد عارف، والتي سنناقش فيها مصرعه في حادث الطائرة المروحية. هذا الحادث الذي تباينت الآراء حول أسبابه، فهناك من يقول أنه كان قضاء وقدرا، وهناك من يقول أنه كان حادثا مدبرا. وإذا كان فعلا حادثا مدبرا، فمن هي الجهة التي ستستفيد من غياب عبد السلام محمد عارف عن الساحة السياسية في العراق؟ دعونا أولا نتتبع نشاط عبد السلام محمد عارف قبل يوم من مصرعه بحادث الطائرة المروحية. بدأ الرئيس عبد السلام محمد عارف جولة في جنوب العراق يوم 12 من نيسان عام 66 و900 والف من مدينة البصرة، يرافقه وزراء الداخلية والثقافة والإرشاد والصناعة، ليفتتح ويضع الحجر الأساس لمشاريع صناعية تبلغ كلفتها 25 مليون دينار. وفور وصوله البصرة وضع الحجر الأساس لمصنع الأسمدة الكيماوية. وفي المساء زار قضاء الزبير وحضر مأدبة عشاء أقامها أهالي الزبير، وألقى كلمة قال فيها: إننا في خدمة هذا الشعب، نحيا ونعيش ونموت في سبيله، إننا لسنا بحاجة إلى مبادئ واردة ومستوردة وأيديولوجيات ثبت زيفها، إن ديننا الإسلامي المجيد غني لنا عن كل ذلك، فهو دين دولة وفيه كل التشريعات لمختلف أوجه الحياة. في يوم الأربعاء 13 نيسان، وهو يوم مصرعه، يعني مصرع عبد السلام محمد عارف، سافر والوفد المرافق له بالسيارات من البصرة إلى قضاء القرنة، وحضر في المساء احتفال أقيم في الملعب الرياضي وألقى هناك خطاب. وبعد الاحتفال غادر الملعب على ظهر طائرة مروحية عائدا إلى البصرة لحضور مأدبة عشاء كان من المقرر أن تقام له في فندق شط العرب. بدأ المدعوون بالتقاطر على الفندق بانتظار الرئيس. وبعد الساعة السابعة بقليل وصلت الأنباء بأن الاتصال بطائرة الرئيس قد انقطع، وعين الاستغاثة سمعت من قائد الطائرة قبل لحظات. فتحرك معاون المتصرف ومدير الموانئ ومدير شرطة البصرة لإجراء الاتصالات، ومنها إرسال برقية إلى القنصلية العراقية في عبادان تبلغهم بفقدان الاتصال بطائرة مروحية تحمل شخصيات هامة يخشى أنها ضلت طريقها باتجاه الحدود الإيرانية. كان أول تبليغ رسمي بفقدان الطائرة ومن عليها هي البرقية التي أرسلها معاون متصرف البصرة، أرسلها إلى مدير الداخلية العام ببغداد يخبره بفقدان الطائرة مع أسماء ركابها بما فيهم رئيس الجمهورية عبد السلام محمد عارف. طبعا كان من ضمن الركاب المتصرف محمد الحياني، ولذلك معاون المتصرف بدأ هو يمارس مهامه، ومحمد ناصر وزير الإرشاد اللي كان يفترض أن يكون معهم تخلف عن الـ يعني الوفد وبقى بالبصرة، ولذلك هو الذي أيضا تبلغ وقام بإبلاغ رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز ببغداد بفقدان الطائرة التي تقل رئيس الجمهورية عبد السلام محمد عارف. حالما وصل خبر اختفاء الطائرة
العميد سعيد صليبي عامر الانضباط العسكري اتحرك للسيطرة على الوضع في بغداد خشية وجود محاولة انقلابية، ولذلك هو وزع قواته على المناطق المهمة والحساسة، وتوجهت أيضا 8 دبابات وقوة من المشاة لتعزيز الحماية على دار الإذاعة والتلفزيون والقصر الجمهوري. كان المبرر الذي أعطي للضباط أنها مجرد إجراءات احترازية. هذا يا يوم كان يوم الأربعاء، هذا كله مسار القضية يوم الأربعاء 13 نيسان اللي وقع بها الحادث. صباح الخميس يوم 14 يعني ثاني يوم في الساعة 7:05 قطعت إذاعة بغداد برامجها الاعتيادية وأذاعت البيان التالي. تنعى الحكومة العراقية مع مزيد من الحزن والأسى للشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية عامة السيد رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السلام محمد عارف. لقد سقطت ومن معه من الوزراء المرافقين مساء أمس الطائرة التي كانت تقله من الجرنة إلى البصرة بفعل عاصفة قوية أدت إلى سقوط الطائرة وتحطيمها واستشهاد السيد الرئيس ووزيري الداخلية والصناعة وبعض المرافقين. وفي الوقت الذي نعلن فيه هذا النبأ المفجع والحادث الجلل نضرع إلى العلي القدير أن يسكن الشهداء فسيح جناته ويلهم الشعب العظيم الصبر على تحمل هذه المصيبة العظيمة. وتعلن الحكومة إلى الشعب كافة أن مهام رئيس الجمهورية قد أنيطت إلى رئيس الوزراء وفق أحكام المادة 56 من الدستور المؤقت إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية بمقتضى المادة 55 من الدستور التي تقضي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال أسبوع واحد من تاريخ خلو المنصب، وذلك بأغلبية ثلثي المجموع الكلي لأعضاء مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. قررت الحكومة العراقية أيضا منع التجول في كافة أنحاء العراق من الساعة 12 ظهرا من هذه الأيام، وأعلنت الحداد لمدة شهر كامل، وعطلت الدراسة في كافة المدارس وكليات الجامعة جامعة بغداد، وأجريت مراسم التشييع يوم السبت 16 نيسان 1966، ودفن الرئيس عبد السلام محمد عارف في مقبرة جامع الشيخ ضاري. بعد أن انتهت مراسيم التشييع وحالما أفاق الناس من هول الحدث، هنا بدأ التساؤل: هل الحادث قضاء وقدر أم أنه حادث مدبر؟ في الحقيقة هناك رأيان. الرأي الرسمي الذي يقول أن الحادث كان قضاء وقدرا، بينما رأى بعض المسؤولين وبعض الضباط المهنيين الحرفيين الذين يفهمون في السمتيات من المختصين بالسمتيات أن الحادث كان مدبرا، وعندهم تبريراتهم. لنطلع أولا على البراهين والأدلة التي استند إليها أو استندت إليها الحكومة في بياناتها، وبعد ذلك ننتقل إلى الرأي الآخر الذي يقول أن الحادث كان مدبرا. الرأي الرسمي كان يقول أن الحادث قضاء وقدر.
دعا مندوب وكالة الأنباء العراقية المرافق للرئيس عبد السلام محمد عارف قال فيه إنه في الساعة 7:10 من مساء الأربعاء غادرت أرض ملعب الإدارة المحلية في القرنة 3 طائرات هليكوبتر، كانت الأولى تقل الرئيس والثانية الوفد الصحفي المرافق وبعض المسؤولين والضباط، والثالثة كانت تقل الإعلاميين. وبعد 10 دقائق عادت الطائرة الثالثة، وكان الظلام منتشرا والريح شديدة والغبار كثيف، وتحدث ركابها وقد أصابهم الهلع عن عاصفة مفاجئة جعلت الطائرة في مهب الريح. ثم ظهرت بعد دقائق الطائرة الثانية وخرج ربانها وهو يصرخ: لقد فقدنا الاتصال بطائرة السيد الرئيس. وإن قائد طائرة الرئيس خالد محمد نوري كان يقول: لا أرى أي شيء، لأن عاصفة ترابية هبت بعد دقائق قليلة من الطيران، وانقطع الاتصال نهائيا بطائرة الرئيس. وفي الساعة 5:20 من صباح اليوم التالي الخميس، عثرت إحدى الطائرات على حطام طائرة الرئيس عبد السلام محمد عارف قرب قرية النشوة في الجهة الشرقية من شط العرب، وكانت جثث الشهداء محروقة وساعاتهم قد توقفت عند الساعة 7:10، أي بعد طيرانهم 20 دقيقة. وتشير الدلائل الأولى إلى أن الطائرة قد انفجرت بعد أن اصطدمت بالأرض، ولم تعرف التفاصيل الدقيقة عن الموضوع. هذا أول تقرير عن الحادث أطلقه مندوب وكالة الأنباء العراقية، وبالتأكيد كانت الحكومة على علم به، وربما يعني حتى رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز. بعد هذا تشكل مجلس عسكري تحقيقي لدراسة وإجراء الكشف عن أسباب الحادث، ومتوفر إن هذا التقرير اللي قدم هذا المجلس التحقيقي. أقرأ النقاط المهمة منه التي تقول أن الحدث هو قضاء وقدر. يقول: بعد مرور 7 دقائق يصف الآن الحادث، واجهت طائرة السيد الرئيس طبات هوائية شديدة بامبي مع غبار معلق في الجو، مما جعل مجال الرؤية معدوما وأدى إلى تغير اتجاه الطائرة، مما جعل قائد الطائرة يجد صعوبة كبيرة في السيطرة على طائرته. ونظرا لأن الطائرة انحرفت عن خط سيرها المرسوم إلى منطقة صحراوية لا توجد فيها أي أشباح أرضية أو دلائل إنارة، مما سبب انعدام الرؤية كليا. الفقرة الثانية: أصبحت الطائرة بحالة غير اعتيادية، unusual position. هذا مكتوب بالتقرير، أنا أقرأ ما مكتوب. وبعد فقدان الطيار الأمل بالدلائل على مكانه بسبب انعدام الرؤية وعدم وجود الأشباح الأرضية وتأثير الطبات الهوائية الشديدة، استدار الطيار محاولا العودة إلى القرنة، محاولة منه للحفاظ على أرواح ركاب الطائرة. وفعلا استدار إلى اليسار، ولكن اشتداد تأثير المطبات الهوائية وانعدام الرؤية كليا جعل قيادة الطائرة في ذلك الاتجاه مستحيلا، يعني باتجاه اليسار، وعاد الطيار ثانية بالاستدارة إلى الجهة المعاكسة مستعيدا اتجاهه السابق. وفي أثناء دورانه، هذا التقرير يقول، صادفته طبة هوائية قوية جدا أدت إلى فقدان السيطرة على الطائرة وارتطامها بالأرض أثناء دورانها إلى اليمين، وهذا أدى إلى اصطدام مقدمة الطائرة وعجلتها اليمنى والريش الرئيسة بالأرض في اللحظة الأولى، ومن ثم مالت إلى الجهة اليسرى وارتطمت عجلتها اليسرى بالأرض. المقطع الثالث: ومن جراء هذا الارتطام انفجرت خزانات الوقود الرئيسية الكائنة في أرضية الطائرة،
ومن جراء تدفق الوقود على المحركات الساخنة حدث الحريق الذي أدى إلى انفجار الطائرة وإحراقها، ولم يحصل بصورة قاطعة أي انفجار، هو يقول، أو حريق أو عطل بالطائرة منذ إقلاعها حتى صدامها بالأرض، بمعنى أنه أي شيء في الجو ما كان، وإنما الانفجار حدث على الأرض. ولذلك قرر المجلس التحقيقي، وهؤلاء مختصون من الضباط والمهندسين العسكريين، اعتبار الحادث قضاء وقدرا وبدون تقصير من أحد. هذا تقرير اللجنة العسكرية. الحكومة لم تكتفي بهذا بسبب الإشاعات الكثيرة التي تتحدث عن أنه الحادث مدبر وليس قضاء وقدرا. شكلت الحكومة لجنة قضائية في وزارة العدل، وقامت اللجنة بمشاهدة محل الحادث، واستمعت إلى إفادات 40 شاهد، وقدمت اللجنة تقريرها الأولي الذي جاء فيه لم يثبت من سير التحقيق والخبراء الفنيين عند الكشف وجود مواد تخريبية كقنابل موقوتة وغيرها، وسيتأيد ذلك عند التحليل الكيماوي للأجزاء التي ارتأى الفنيون أخذها من حطام الطائرة. وقد تبين للهيئة أن هناك بعض العوامل مما قد يسمى إهمالاً أو تقصيراً يقع على جهات متعددة، منها أولاً عدم وجود طيار مساعد في كل طيارة، وعلى الأخص طائرة السيد رئيس الجمهورية. ثانياً عدم وجود آلة إيجاد الاتجاه التي تسهل للطيار معرفة طيرانه. ثالثاً لم يقم طيار الطائرات الثلاث أو قائد تشكيلها باستلام تقرير الأحوال الجوية للمنطقة قبل إقلاعها من الجورنا، بل استلموه بعد إقلاعهم وهم في الجو. رابعاً لم يقم مطار البصرة المدني بدوره بإعلام المسؤولين في الجورنا أو الطيارين أنفسهم عن الأحوال الجوية المتوقع حدوثها، رغم علم دائرة سيطرة المطار بأن طائرات المغفور له رئيس الجمهورية ستصل الساعة 7 إلى مطار البصرة. خامساً عدم وجود جهاز إعطاء الاتجاه للطيارين الفاقدين اتجاههم. هذه خلاصة تقرير الهيئة بانتظار التحليلات الكيميائية والفنية المختبرية. بعد مرور ما يقرب من شهر على هذا التقرير، نشرت الهيئة تقريرها النهائي في ضوء التحليلات المختبرية، وقالت: ظهر للهيئة التحقيقية ما يلي: أولاً، إن الطائرة لم تحترق في الجو، إنما جرى احتراقها بعد اصطدامها على الأرض، وحصول الاحتراق نتيجة تسرب وقود الطائرة إلى محركاتها وهي في حالة الاشتعال. ثانياً، لم يعثر بين حطام الطائرة على أثر مادي يدل على وجود قنبلة توقيتية أو مفرقع يدل على حصول انفجار مدبر. وعليه فإن الحادث كان قضاءً وقدراً، وإن هناك تقصير تسبب عن غير قصد في حدوث المأساة، والتحقيق لا يملك تحديد وجوه هذا التقصير، ومهمتنا انتهت عند هذا الحد. وهكذا حفظت قضية مصرع رئيس الجمهورية ولم يتهم بها أحد رسميا، ولكن هناك بعض المسؤولين بما فيهم وزير وبعض الضباط المحترفين من الطيارين يقولون عكس ذلك تماما ويعتبرون الحادث مدبرا.
وللأمانة التاريخية أعرض عليكم تقريرا أرسله إلي عميد طيار عراقي خبير بشؤون السمتيات معاصر لتلك الفترة، وسأتناول منه الجانب الفني فقط. حضرة الدكتور محمد مظفر الأدهمي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من المتابعين لبرنامجكم الشيق شيء من التاريخ، وقد أثارت اهتمامي الحلقات الخاصة بالرئيس العراقي الراحل المشير الركن عبد السلام محمد عارف رحمه الله، المؤسس الحقيقي للجمهورية العراقية، ومصرعه يوم 13 من نيسان عام 66 و900 و1000، لأني أعتقد أن الحادث كان مدبرا وللأسباب التالية. أولا، إن 3 طائرات كانت تقاد من قبل طيار واحد لكل طائرة، وأقدمهم كان برتبة نقيب، وهذا شيء عجيب لأن السمتية في الحالات الاعتيادية تقاد من قبل طيارين 2 ولأي واجب كان، فكيف الحال و3 طائرات ستنقل أهم رجالات الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية؟ فلماذا لم تجهز بطيارين 2؟ ثانيا، أقلعت السمتيات 3 من القرن مساء الحادث عند الغروب بدون الحصول على حالة الجو من مطار الشعيبة أو البصرة، وهذا شيء لا يمكن أن يحصل في علم الطيران. ثالثا، بعد الإقلاع بقليل أخبر قائد الطائرة الأولى والتي تقل الرئيس أن الجو رديء، فلماذا لم يعد إلى القرنة كما فعلت الطائرتين التي وراءه والتي عادت ولم تصب بأي أذى؟ وإذا قرر قائد التشكيل الاستمرار بالرحلة كان يتوجب على التشكيل أن يتبعه، وكان عليه بكل بساطة أن يتسلق إلى ارتفاع 1000 متر ويطلب الاتجاه من مطار البصرة الدولي لغرض إرشاده وتجنيبه العاصفة المزعومة. رابعا، كانت السمتية تحلق على ارتفاع بين 100 إلى 150 متر عندما ارتطمت بالأرض، فلماذا انفجرت وتناثر حطامها إلى مئات الأمتار؟ علما أن السمتية تحوي على كمية قليلة من الوقود لا يتجاوز 1000 لتر من النفط الأبيض النقي، والذي يكون في العادة محميا من تلقي الصدمة، وعادة لا ينفجر وإنما يحترق ولا يسبب انتشار الحطام إلى مسافات بعيدة. كل هذه العوامل لا تؤدي إلى الانفجار الذي حدث لطائرة الرئيس. يضاف إلى هذا كله إن مطار البصرة الدولي وقاعدة الشعيبة لم يقوما بإجراءات على مستوى الحدث مثل إقلاع طائرات للبحث، الاتصال بالدول المجاورة طلبا للمساعدة، حتى إن المرشد في سيطرة الشعيبة لم يكن متواجدا على الجهاز. وعندما قدمت شركة ويستلاند ويسكس طلبا للحكومة العراقية للاشتراك في التحقيق وهي الشركة المصنعة، رفضت الحكومة العراقية الطلب، بل إن الحكومة لم ترسل محرك الطائرة إلى الشركة المصنعة أو أي أجزاء أخرى للتحري عن سبب تحطم الطائرة. وأخيرا أقول وأنا أعتذر عن الإطالة أن المشير الركن عبد السلام محمد عارف قد قتل يوم 13 من نيسان عام 66 و900 و1000 عن طريق مؤامرة محكمة تدخلت بها أطراف دولية فاعلة عن طريق تفجير طائرته جوا مستغلة رداءة الجو تغطية لفعلتها، والله من وراء القصد. العميد الطيار خبير بشؤون السمتيات. هذا التقرير له أهميته لأنه كتب من قبل ضابط مختص
كان معاصرا وقريبا من الحدث. وما يثير الانتباه قوله، يعني أنا حقيقة أثار انتباهنا هذه المسألة، إنه الطائرة محملة بنفط أبيض لا يسبب انفجار، إن 1000 لتر من النفط الأبيض النقي، شوف انتبه هنا، نفط أبيض وليس بنزين، ليس بترول، والذي يكون في العادة محميا من تلقي الصدمة وعادة لا ينفجر وإنما يحترق ولا يسبب انتشار الحطام إلى مسافات بعيدة. طبعا هذا عكس الوصف الذي جاءت به التقارير الرسمية. على أي حال، استفسرنا أيضا من شخص آخر كان قريب جدا من عبد السلام محمد عارف ووزيره، وهو يعني من الناس المحبين لعبد السلام محمد عارف، لكن في هذه الفترة لم يكن مستوزرا حين وقع حادث الطائرة. هو أيضا لديه شكوك وله تحليله ورده على بيان الحكومة، فهو يشك في أن الحادث كان قضاء وقدرا وإنما من تدبير فاعل. تعالوا نستمع إلى تحليل الدكتور عبد الكريم هاني وزير العمل في عهد عارف. في الواقع ما حصل في حادث الطائرة يلفت النظر كثيرا، وما حصل بالبيانات أيضا يلفت النظر. يعني أنا أذكر جدل حصل بيني وبين أحد الأخوان كان وزير ذاك الوقت، وأنا كان لي موقف، كنت خارج الوزارة، ربما يكون الدافع عاطفي أكثر بحكم تعلقي بعبد السلام الله يرحمه ومحبتي إليه. لكن الحادث كان يلفت النظر، البيان الذي صدر من الحكومة يدين بسببين على الأقل. يدين من؟ يدين كاتب البيان. نعم. البيان بعد أن يتطرق إلى ما حصل طيارة تأخرت وكذا، قال وقد حال سوء الأحوال الجوية دون قيام الطائرات بالبحث. لكن يرجع فقرة أخرى يقول قام أحد طيارين بطائرة تعود إلى شركة نفط البصرة بالطيران والبحث. زين، سألت صاحبي قلت له ارحم أهلك، الأحوال الجوية منعت طيارة عراقية نطير، ليش سمحت الطيارة بريطانية أن الطير؟ سكت. الفقرة الثانية أو الثالثة، بل ما أقصد أنها بالتسجل، رقم 3، أن الطيار اللي طائرة شركة النفط احتضن صاحبه فرحا وقال لقيناه، وهذا الضوء فهبط بطائرته إلى أن وصل إلى مرحلة أمينة، وعاد التفت إلى صاحبه وقال له للأسف هذا فانوس صياد بالهور. قلت له صاحبي، قلت له يرحم أبوك، الطيار الزين قدر يشوف فانوس وما قدر يشوف 500 جالون تحترق. الطيارة ظلت تحترق إلى صباح اليوم التالي. شون
فالواقع في ذاك الوقت قلت له إذا مو قتل متعمد قتل بالإهمال. طيب لنفترض جدلا أن الحادث كان مدبرا ومن فعل فاعل ولم يكن قضاء وقدرا، فمن هو المستفيد من غياب عبد السلام محمد عارف من الساحة السياسية في العراق؟ طبعا هناك عدة أطراف وليس طرف واحد، هناك أطراف عديدة لا تريد بقاء عبد السلام عارف في السلطة أو تريد الانتقام أو الثأر منه لأسباب معينة. عندنا شاهدين، يعني شاهد الضابط المختص بالسمتيات اللي أرسل لنا الرسالة والدكتور عبد الكريم هاني، يعتقدان أن البعثيين كانوا وراء مصرع عبد السلام محمد عارف الذي انقلب عليهم وأزاحهم من السلطة في 18 تشرين الثاني 1963 رغم أنهم جاءوا به رئيسا للجمهورية. لنستمع أولا إلى الرأي الذي يقول أن البعثيين هم وراء سقوط طائرة عبد السلام محمد عارف وموته. يقول العميد الطيار المختص بالسمتيات في رسالته إلينا ما يلي: أخبرني أحد أعضاء فروع الحزب العسكرية المرحوم طاء عين، أخبرني ضمنا أن حزب البعث هو الذي دبر الحادث تسهيلا للقيام بثورة 17 من تموز، لأن المرحوم عبد السلام وكما هو معروف ومشهور بشدته وحذره الشديد. هذا الرأي يؤيده الدكتور عبد الكريم هاني في قوله: أنا أضيف واقعة، بعد التأميم جاءت وفود دولية كثيرة للعراق، وكانت وزارة الخارجية تبعث من يرافقهم من التشريفات، وسمعت من أحد التشريفات المرافقين لأحد الوفود أنه حين وصلوا إلى كركوك كان غانم عبد الجليل الله يرحمه رئيس شركة نفط كركوك نفط الشمال، فذكر من جملة الأحاديث مالته مع الوفد قال لهذا السبب قتلنا عبد السلام. طيب البعثيون متهمون لأن عبد السلام محمد عارف كان قد استلب منهم السلطة وأخرجهم منها ورماهم في السجون والمعتقلات، ولكن هناك أطراف أخرى أيضا تضررت وأيضا أخرجها عبد السلام عارف من السلطة، أيضا من الممكن أن نوجه إليها الاتهام، وهم القوميون الناصريون وبالتحديد جماعة عارف عبد الرزاق الذين وجه إليهم عبد السلام عارف ضربة قوية بإخراجهم من السلطة بعد أن وقفوا، يعني هم وقفوا معه أيضا وقفوا معه في انقلاب 18 تشرين 63 ضد البعثيين. هؤلاء هرب قادتهم إلى القاهرة وفرض على القسم الآخر منهم الإقامة الإجبارية في بيوتهم في بغداد قبل بضعة أشهر من مصرع عبد السلام عارف، فهل كانت لديهم يد في هذه العملية؟ لا نعلم، ليس لدينا دليل. الجهة الثالثة يعني أسعدنا البعثيين القوميين الناصريين، الآن الجهة الثالثة اللي كانت تكره عبد السلام عارف وتريد الانتقام منهم الشيوعيين، حيث يذكر صبحي ناظم توفيق ألف كتاب عن عبد السلام عارف اسمه عبد السلام عارف كما رأيته، يذكر أن الشيوعيين كانوا يريدون أثناء التشييع اختطاف النعش ورميه في النهر مثل ما فعل عبد السلام عارف مع جثة عبد الكريم قاسم بعد إعدامه في ثورة 14 تموز 1963. فهل كانوا وراء حادث الطائرة ومصرع عبد السلام عارف فيها؟
يقول صبحي ناظم توفيق في كتابه عبد السلام عارف كما رأيته: جمعنا آمر فوجنا الرائد الركن عبد الرزاق العبيدي بعد ظهر يوم الخميس 4 نيسان أبريل عام 1996 وركز في حديثه على نقطة ذات أهمية قصوى عندما أشار إلى أن معلومات الاستخبارات العسكرية تفيد بأنه يحتمل أن يقوم الشيوعيون بعملية اختطاف لجثمان عبد السلام لتهريبه إلى مكان مجهول أو رميه في نهر دجلة انتقاما لجثمان الزعيم عبد الكريم قاسم، الذي ذكر أنه رمي في نهر دجلة عقب ثورة 1963 كما هو معروف. لذلك شدد المسؤول العسكري على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في أثناء التشييع الذي سيجري عصر يوم السبت 16 نيسان أبريل عام 1966 والحيلولة دون إفساح المجال لأي شخص كان بالاقتراب من النعش. وعند التشييع وحالما أوعز إلينا بالتحرك اندفع العشرات من الشباب نحونا وهم يصيحون بصوت عال ويطلقون عبارات لم أتبينها، وكان من المنطقي أن لا أفسر ذلك الاندفاع الهائل بحسن نية وطيبة نفس، وأنا أحمل في أعماقي مخاوف من احتمالات اختطاف النعش الذي قد يقدم عليه الشيوعيون، فما كان مني إلا أن أعتبر في قرارة نفسي أن كل شاب من هؤلاء هو شيوعي وقد يكون مكلفا بتلك المهمة. شهرت سيفه من غمده دون تردد، وأخرج الضباط الخمسة الآخرون سيوفهم، ولم أجد بدا من أن أضرب به وبكل ما أتيت من قوة كل شخص استطاع اختراق السد البشري المؤلف من الجنود والشرطة الذي أحاط سيارة النعش من كل جانب وصوب. ولربما فقدت توازني بعض الشيء، فكان نظري وعقلي يركزان تماما في اتجاه واحد لا غير، وغايتي الوحيدة أن لا أدع أحدا من أولئك المندفعين نحونا التقرب من النعش الذي أقف قرب رأسه. وكان كل من يشعر بأذى في صدره أو ألم في بطنه أو وجع في ظهره من سيوفنا يبتعد فورا، على الرغم من كون سيوفنا من ذلك النوع المصمم لأغراض المراسيم ليس إلا. أوعزت إلى سائق السيارة بالتحرك على الرغم من هذا الموقف الصعب الذي وجدنا أنفسنا فيه، ولما تردد قليلا ضربته بالسيف على ظهره وأمرته بالسير عنوة حتى دهس أحدهم، فاضطر إلى أن يقود السيارة بصعوبة بالغة مصحوبا بضربات موجعة بالسيوف من الاتجاهات كافة، يرافقها ضربات أوجع تنهال على أولئك الشبان من أخماس بنادق أفراد الشرطة والجنود، ووسط أصوات المنبهات المزعجة التي كانت الدراجات البخارية وسيارات شرطة المرور تطلقها عاليا وبشكل متواصل كالعادة. ولم تتفرق تلك الجموع من أمامنا إلا بعد مسير شاق طال عشرات الأمتار واستمر لدقائق عديدة وعصيبة. شاهدت خلالها شابا دهسه الإطار الأمامي الأيسر لسيارتنا، وأشخاص آخرين ضربتهم مقدمتها بقوة. الجهة الرابعة التي اتهمت باغتيال عبد السلام عارف، طبعا هذا شيء غريب، هي بعض أقطار الخليج حسب ما يقول دكتور عبد الكريم هاني. يعني بعدين اتهمت بعض أقطار الخليج، نعم، وقتها ب
المساعدة على هذا العمل. ومر مثل ما تمر باقي الإشاعات اللي تحيط بالوفيات القادة. ما المقصود ببعض دول الخليج؟ ومن هي القوى الدولية التي أشار إليها ضابط السمتيات المختص؟ هل هم جماعة الحلف الإسلامي الذي وقف ضده عبد السلام عارف مؤيدا جمال عبد الناصر؟ من؟ السعودية؟ إيران؟ دولة عظمى؟ من؟ على أي حال لا يوجد لدينا دليل مادي يمكن أن ندين به جهة معينة، ولعل خير عبارة تجسد هذا الموقف هو ما قاله لي دكتور عبد الكريم هاني. إذا أريد نتكلم الواقع، الحقيقة الأصيلة، لا نملك دليل لا على البراءة ولا على الإدامة.